السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة. بهذا الفيديو راح أحكي لكم مو تسريبات، التوقعات لما هي راح تكون أحداث إن شاء الله في المستقبل عن فورتنايت والباتل رويال والقصة الموجودة واللي هي عم بتدور، واللي هي فعلا قصة عميقة أنا سمعتها بس ولكن ما ركزت بالموضوع كتير، بس ولكن خلال أحداث وقتين كمان صار يتداول بين أخبار بين الناس. الماب القديم راح يرجع وهذا الزمن قبل الزمن القديم، خلاني أرجع أعيد قصة فورتنايت كلياتها وحاول أستدرك وأفهم شو الموجود فيها كلياتها. المهم بالنهاية طلعت بين ثلاث نظريات. في إحدى النظريات، طبعا أنا مبلش عم بعمل لكم هذا الفيديو من يوم الخميس على أساس أعمل لكم إياه، بس اليوم الخميس اضطريت أنزل شيء، ويوم الجمعة عندي فيديو، يوم الجمعة ما قدرت أنزله، واليوم السبت لحتى أنزله. فخلال امبارح ويوم الجمعه نزل التريلر تبع اللي نزل تبع ديدبول، هذول الثلاث شخصيات اللي اجوا ساعدوه، الكيبل وديمينو وشخصيه ثالثه سوليك. وقت اجوا هذول الثلاث شخصيات ساعدوه لديدبول وقفوا بطرفه، والاحداث اللي صارت بعدين والتغيرات اللي شفنا انه سجن مكسور وهالقصص هي كلياتها رح نفهمها هلا بهذا الفيديو. رح احاول اوضح لكم اياها كلياتها. هي النظريه اللي انا اشتغلت عليها صغلي من يوم الخميس، طبعا كذا نظريه انا طلعت معي، بورجيكم شو انا كاتب ورق ومعبي. هي شوفوا شو هون الدفتر كله مكتوب في قلبه، هون دفتر مكتوب فيه هدول افكار انا مشارحهم، وحاول انه مكتب نظريات هون وهون وشايف ناس حاكي وكذا. المهم استنتجت هي النظريه الاخيره طلعت معي، رح شارككم فيها واحكي لكم كل تفاصيلها. هلا خلينا نطلع بالانترو. خلال الانترو اطلب منك انك تحط لي لايك وتعمل لي اشتراك وشكرا لك، وهلا خلينا نبلش. ولا بعد ما رجعنا من بعد الفاصل، شكرا لانك عملت لي لايك والاشتراك، وبهي الفرصه انا حاب ان اغتنمها وادعيك لانك تدعي اصدقائك لحتى تدخلوا بالسحب على جيف اواي ان شاء الله على سكن ب 800 في بوكس. راح يكون يوم السبت راح اوزع واحد، ويوم الاحد راح اوزع سكنين، وراح يكون هالتوزيع هدايا بعت لكم اياها بعد ما اضيف الاشخاص راح يفوزوا. طبعا راح اعمل هذا التوزيع راح يتم على البث المباشر صفحتي على الفيسبوك من الساعه 9 للساعه 3 الصبح، راح يكون البث مستمر ان شاء الله. رابط صفحتي على الفيسبوك راح تلاقيه تحت صندوق الوصف. طبعا شلون راح تشترك بهالمسابقه؟ كل ما مطلوب منك انك تعمل لايك والاشتراك وتشارك هذا الفيديو لصديقين، وصديقين بيجوا بعد ما تتعلق يجوا هنا يعملوا لك تم او يعملوا لك ردود، المهم انه حتى يشوف اسمك دخل وتكتب بالتعليق اسم حسابك بالايبك، وانا ان شاء الله راح اضيفك وابعث لك بعدين سكن هديه حتى ما ندخل بمشاكل مستقبلة ابدا. هي ولا ثانيا راح يكون هذا التوزيع راح يكون على اشراف بعداله تامه ان شاء الله من دون اي تحيز لاي طرف او اي شخص كان. بس كل ما هنالك مطلوب منك انك تعمل لايك وتشاركتين البث لاصدقائك. وهلا نبلش نحكي لكم اخر التسريبات واخر الاحداث، لان احنا بعد ما شفنا التسريبات اللي طلعت لعنا واللي هي الاحداث اللي صارت بالترتيب رح نبلش نحكي عنها وحده وحده. طبعا احنا بالاول شيء بعد ما نجي تحديث 1240 نحن فتحنا الماب بعد ما فتحناها في عنا كثير شغلات موجوده. اولا في عنا منطقه السجن، منطقه القرش راح صارت منطقه السجن، وبالاضافه في عنا سجن منفرد، في عنا سجن فيه وحده من الغرف مفجره ومفتوح فيه بشكل دائري، وبالاضافه في عنا اقبيه موجوده بحوالي منطقه الوكاله عباره عن خمس اقبيه موجودات محبوس موجودات على شكل مثل الكبسولات موجودة تحت المي وصاير عليهم لون بنفسجي. كل ما هنالك هذا الموجود عنا، وبالاضافة اجى عنا بالتسريبات الملفات في عنا ثلاث شخصيات اجت او هن اجوا كذا شخصية، بس ولكن اهم شيء رح نركز على شخصية كيبل وسوليك وبالاضافة لدومينيك. طبعا شو هي ميزة دومينيك او شو هي ميزتها؟ اللي هي ميزتها انه هي دايما الحظ معها، وسوليك هي صاحبة التحكم الذهني اللي تقدر تتحكم في اي شيء ذهنيا، وكيبل يلي هو تائه عبر الزمن. وهون مربط الفرس عند كيبل. قبل ما نحكي عن كيبل وتفاصيل كيبل، خلينا نروح نشوف غرفة مايدوس اللي هي اجت علينا كمان بعد التحديث، كشفونا اياها وكشفونا شو تفاصيل بقلب الغرفة. طبعا مثل ما انكم شايفين انتم بالصور اللي عم تطلع قدامكم على الشاشة عبارة عن ثلاث صور، في عنا كثير اشياء او كثير شخصيات صايرة بلون ذهبي. هذا الاشي غير مفسر او غير مفهوم ايش السبب منه ليش لونه ذهبي. وبالاضافة اذا انتبهتوا غرفة مايدوس موجودة تقريبا مقابل هاي الأقبية أو مقابل هاي الكتل الموجودة. طبعا حسب كمان التحليلات اللي اجت وقالوا إنه في عندك، حسب التفسيرات اللي اجت بالملفات اللي قبل موجودة، عندك الوكالة رح تنسف ورح يتم تدميرها. شلون وكيف لسه احنا ما بنعرف. طبعا أنا هذا الفيديو عم بشتغل عليه من يوم الخميس من يوم التسريبات، بس ولكن أنا عم بحاول إني أتميز أكثر عن الناس وأخذ منكم شيء انكم كون منطقيا، مو بس انه اسحب لكم ملفات شخص صاحبهم اجنبي باخذها منكم بقولكم هذا طلع بالملفات وبالاخير بيومين ثلاثه طلعت كل المعلومات هي وانتهي الموضوع. انا لا، انا بدي احاول افسر لكم، نحاول نبحث، لان يعني دائما فورتنايت هي كانت الاحداث وقت انحميت علينا وزاد اكثر. يعني اول ما بلش سوزن
شفت ما فيه اي تفسيرات، ما يخلينا نسأل، ما في اي تساؤلات، وما يمنع عودة فورتنايت هذا الاشي. دايما بتبعت لنا اشي رسائل والغاز. طبعا بالشابتر الاول ما كان اي اشي. طبعا هلا نحن بتبلش الشابتر الثاني او الفيديو سوزن الثاني، مو الشابتر الثاني، سوزن الثاني. وتبلش بعتوا للمنشئين المحتوى اللي هن اليوتيوبر بشكل عام كلياتهم وكل المشاهير، بعتولهم او بعتولهم عن عبارة عن صناديق. الصناديق موجود فيها سلاح ورسالة، ما حد فهمان ايش مضمون الرسالة ولا حد فهمان ايش مضمون السلاح. ما رح ندخل عن تفاصيل الرسالة والسلاح حاليا، لانه في فيديو تاني رح احكي لكم عنه ان شاء الله مستقبلا، لان احنا عنا لتحديث اللي اجى رقمه 1240 رح يكون عن 7 و8. وقالوا رح يمددوا السوزن ل 4 يونيو تقريبا، كمان تقريبا 20 يوم او 15 يوم. المهم فهو ما في اساسا سوزن تحت العشر اسابيع كان موجود، لسه في عنا الاسبوع التاسع والعاشر، وانا رح احكي لكم شو رح يصير معنا بنهايه هذا الاسبوع الثامن والتاسع والعاشر، ايش توقعاتي رح تصير ان شاء الله. طبعا انتم ما شفتوا بالغرفه مايدوس، نرجع غرفه مايدوس، اذا شفتوا في عنا هاي الصوره البنت الصينيه جنب الماكينه الموسيقيه اللي انا البنت شكلها شكل صيني. طبعا حسب ما اتوقع ان هاي البنت المدللة تبعيت مايدوس، واتوقع هي راح يكون السكن السري اللي راح يطلع معنا بالاسبوع التاسع والعاشر بتحديثات الملفات الاسبوع الجاي او بعد اسبوعين ان شاء الله راح تجينا هاي الشخصية، راح تكون من ضمن التسريبات الملفات. شو اسمها، شو تفاصيل هسه احنا معنا منظمة الظل، ايش التفاصيل احنا ما بنعرف حاليا. طبعا مثل ما بتعرفوا انتم منظمة الظل ومنظمة الشبه انضموا مع بعض او اتحدوا ضد الوحش الكبير اللي ما حد عرفانه ايش هو. هلا نحن عم نبلش بالتريلر اللي نزل امبارح يوم الجمعة. التريلر اللي نزل اللي هو فيه كايبل وسوليك وبالاضافة لدومين وديدبول. طبعا هاي نحن اذا نحن شفنا فيديو الثاني سوزن الثاني من ديدبول اللي هو كان 2018، طبعا في سوزن الثالث رح ينزل وهذا رح يكون سنة الجاي ان شاء الله، بس ولكن الاحداث اللي حتصير هلا حاليا بالسوزن الثالث والرابع حتكون مرتبطة كلياتها بديدبول، لانه كل الابطال الموجودين بالابطال الخارقين كلهم مشاركين باللعبة، فلذلك انت بتكون دايما تحط اسقاطك على الفيلم او اسقاطك على اللعبة، كل شيء بيكون عالميا عم بيتحدث او عم بشيل احداث عم بتصير هي نفس الاشي موجودة. طبعا في عالم فرضت انه هذا السجن هو عبارة عن حجر صحي، لا مو حجر صحي. هذا السجن رح نرجع بالحداث لورا شوي، ديدبول في سبب باحد الاخطاء اللي ارتكبها قام بتم سجنه في احد يعني خلال فترة حياته او خلال فترة الفيلم ممكن انتو تشوفوها، تم سجنه ولما حطوه بالسجن كان معه المرافق معه بالسجن اللي هو راس اللي هو ولد صغير سمين. طبعا هذا الولد الصغير مستقبلا رح يكون هو ملك النار، اللي هو اجت هذا الخبر اللي هو اجى من لما احنا في خبر قال انه هذا الشابتر هو كان شابتر قبل الشابتر الماضي، لانه الشابتر الماضي هو من المستقبل هذا من الماضي. حلو مزبوط هذا الكلام، لان رئيس اللي هو ملك النار هو له ولد صغير ومسجون، ومسجون ليش؟ بسبب مايدوس حقده عليه بسبب انه تم سجنه. فلذلك هون تبلش احداث تبلش تحمي، ودخل كايبل اللي هو كان بالبدايه وقت اجى اساسا من الماضي من المستقبل للماضي حتى يكبح ريسل اللي هو كان اساسا هو ضد بعض هو ديدبول. بس ولكن في تطوير الاحداث المهم صار، ما راح ندخل تطوير الاحداث ما راح ندخل في تفاصيل جدا كثير، ديدبول وكايبل وسوليك صاروا متحدين مع بعض، ودومينيك صاروا اربعه مع بعض بفريق واحد صار يحاربوا. طبعا الفتحة الموجودين موجودة بالسجن انتو شفتوها هي اللي عملها كايبل، عملها حتى يفتح السجن ويدخل لياخده لريسل وديدبول. بالاضافة السجن الموجود منفرد هو فيه رجل عملاق، لحد الان اشوف تفاصيل العملاق ما بنعرف، بس العملاق حتى يموت بالفيلم نفسه يعني ما يضل عايش بيقتلوه فورهم نفسها، فاتوقع انه لانه كان العملاق موجود لانه صعب يكبحوه، حتى كانوا بالفيلم عاملينه بسجن خاص فلذلك كان حاطينه بشكل منفصل، لانه هذا الشخص هذا العملاق بس خبط هيك خبطه على الارض الماب كلها كانت بترج. هذا السجن هذا الشخص العملاق اللي كان مسجون خلال احداث انا حسب ما اتوقع رح تكون مستقبلا، طبعا حسب ما دار بالفيلم انه رح تصير معركه عند الوكاله. ليش حتصير المعركه عند الوكاله؟ هاي الغرف اللي انتم شفتوها موجوده بالمي اللي هي كانت مهيئه لانه ينحبس فيها ريسل والعملاق، رح يحطوا فيها لانه هي تحت المي وريسل هو ملك النار، فلذلك حتى يكبح وغضبه حيحطوه بالمي حوالي الوكاله وعينهم على الوكاله. بس ولكن هو راح يكون في تحديث شوية تغيير مهم جدا راح يكون داخل على اللعبة، واللي هو راح يكون هو بعملية نقل ريسل والعملاق من السجن حتى ينقلهم على السجن هذا الصغير اللي هو مهيئ لهم اياه حتى يسجنهم فيه. بس المهم بيتم تفجير القافلة والجسر اللي هن راكبينه يتم تكسيره وتدميره بشكل نهائي، او في احد الجسور راح يعني من قوة الخبطة راح تصير فيه بهذا العملاق راح يجي هيك من قوته راح يخبط خبطة هيك الجسر يفتحه من النص ويهريه. المهم خلال هذا كل هاي الاحداث اللي عم بتصير وتم نقل ريسل على السجن
وقبل ما يتم وضعه بالسجن رح يقدر يهرب. وهتكون هو هون لأن هو كان غاضب على مايدوس، لأن مايدوس هو اللي حكم عليه بالسجن، بيروح بالسجن وهو كان كتير مضغوط منه، مزعوج منه، فرح يأدي هذا الحكي لأنه يدمر الوكالة. فطبعا هو راح يدخل دور كيبل، ليش جاء من المستقبل على الماضي حتى يمنعه من أو يمنع غضبه أو أنه يقتله وينهي هذا الحدث رح يصير مستقبلا. تعرفوا أنتوا شفتوا حدث الملك النار اللي كان هو محجوز تحت المي وقدر يهرب في أحد الأحداث، قدر يهرب فيها لاتجاه الشمال الغربي الشمال الشرقي من الماب، وسوى البركان تبعه وغير كتير معالم بالخريطة وغير كتير أشياء باللعبة. هون يرجع للأساس الأساسي، لأنه لما تنهطل هذا الملك النار للشمال الغربي للشمال الشرقي من الماب، وقام بملك النار وقام حكم الأرض وحكم كل شيء أو حكم الجزء الموجود هو فيه، قدم أنه يستشير غضب أو أنه شو ضلكن أنه من كتر ما أنه يصير فخران بحاله يبلش يقتل يمين ويسار، فيؤدي هذا الإشي لمين يقتل؟ يقتل مرته وبنته الكيبل يلي هن من المستقبل اللي هو رح يقتلهم تقريبا. وهتقتلهم إذا انتبهتوا بالعشر بالسوزن العاشر صار في كتير في تقدم جدا كبير. فالتقدم الكبير اللي صار قام قتله، المهم مرته وبنته للكيبل. فهون في تدخل قصة الموضوع الأقزام والدب، بس ما رح أحكي لكم عن هذا الفيديو لأنه كتير كتير طويل، وأنا هلا صار حكيت جدا كتير وبس عم نحكي لسه عن كيبل وديدبول. نعم بحكي بس بالأحداث رح تصير بالأسبوع الثامن التاسع والعاشر، بس بثلاث أسابيع إن شاء الله مستقبلا. ولسه ما حكيت لكم عن الدب والقزام، ما رح نحكي عنهم، هدول تركوهم بفيديو تاني إن شاء الله أحكي لكم عنها، اكتبوا لي بالتعليقات إذا بدكم هذا الأشي. المهم فكيبر رجع من المستقبل حتى يكبح ويقتله لريسل ويقتله حتى ما يكبر ولا يغضب، وهو رح يدمر الوكالة رح يدمرها، ما رح يكون في الوكالة أساسا موجود. حتى شفتوا أنتوا بالتريلر أو صورة التريلر موجود إنه داخل كيبل كامش عنصر الوكالة وبده يضربه أو عم بيشلحه هيك عم بيعمل معه شغلات، فهي كانت من ضمن الخطة لأن ريسل كان ضمن الوكالة دخل على الوكالة احتلها وإجا كيبل عليه بده يضرب. فخلال الأحداث اللي بتصير بالفيلم انه كيبل يقدر يقتله يا لريسل، وكان انه بده يجي يقتله فيدخل ديدبول بالنص ويحميه لكريسل، وريسل هون تتغير الاحداث كلياتها ويتم انقاذ المستقبل وينتهي ملك النار. بس ولكن هون نخسر ديدبول، فلما نخسر ديدبول وشاف كيبل انه هو شلون بيخسر ديدبول، فايش سوى؟ استخدم آلة الزمن تبعيته. آلة الزمن تبعيته ايش تعتمد؟ تعتمد على الطاقه البنفسجيه الموجوده بالمكعب اللي هي موجوده عند الوكاله تماما نفس الشيء. فهي الطاقة الموجودة عند المكعب رح يستفيد منها ويرد يرجع الزمن مرة تانية لورا، بما رجع الزمن لورا حتى يحمي ديدبول بالعملة اللي موجودة عند مايدس. إذا شفتوها هاي العملة هيك بزتها هيك وبتنزل على إيده، هاي العملة نفسها رح يحمي فيها ديدبول. بس لما يحمي ديدبول إيش رح يصير عندك؟ رح ندخل في مشكلة ثالثة. المشكلة الثالثة إنه كيبل ما رح يقدر يروح على المستقبل يرجع لمرته وأولاده، وهون بيكون مربط الحدث، وهون بيكون رح نبلش نحن ندخل في أحداث جدا جديدة. ورح تشوفوا انا اتوقع ان حسب الاسقاطات اللي عم سووها لانه سوزن رح ينزل سوزن التالت من ديدبول قريبا، فلذلك هن عم بيحكوا عنها وبلشوا مهدول هالمواضيع هاي، لانه لو تنعمل هذا الاشي كثير احداث تغيرت من 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 سوبر امريكا والابطال الخارقين، طار الخارقين كلياتهم رح يتغير كل مستقبلهم، لان اللي كان رح يجي يقتله هو بالماضي مو يعني تغير كثير بالاحداث المستقبل. فكيبل لما رح يرجع لما كان رح يرجع للمستقبل فما عاد يقدر يرجع للمستقبل لأنه انتهى خلاص، ما عاد يقدر يرجع للمستقبل على مرته وأولاده على مرته وبنته، فلذلك رح يضل بالحاضر ورح يبلش حماية دوله هو وريسل يعني هو حيكون ملك النار والضخم العملاق اللي كان معهم. ستوقع خلال الفيلم كان ميت ملك العملاق، إذا بيتركوه ما بيتركوه ما بعرف، ممكن إنه يموت ممكن يضل عايش، ما عندي إدراك لهالموضوع الموضوع هذا، ومين هو ملك مين هو العملاق اللي رح يكون أو يأخذ مين دور العملاق ما بعرف. وجوز هو شفتوه طلع من المي اللي كان محبوس بالمي وطلع وبعدين قتله الرجل الآلي، جوز ما بعرف شو التفاصيل رح تكون، بس ولكن الأهم إيش إنه ملك النار اللي موجود بالماب اللي كان هو سوى اللي صارت القلعة الثلجية واللي هو دمر الماب نصها ودمر تلت ودمر 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 ما عاد موجود وانتهى دوره من كل اللعبة. هذا نمبر 1. نمبر 2 صار هو من طرف ديدبول، وديدبول وكيبل ودومونيك وبالإضافة لسوري كلهم صاروا من طرف واحد، صاروا من صف واحد صار يقاتلوا. ورح نشوف بكره السوبر هذا فلاش والابطال كلها رح تجيب احداث ان شاء الله مستقبلا، رح ندخل في كثير احداث وكثير تفاصيل. وبعد ما يكون بعد ما ندخل نحن بعد ما دخلت هاي المعركه كلياتها وريد كيبل يستخدم آلة الزمن ويرجع فينا لورا، ممكن احنا بالاسبوع الثامن اتوقع رح تصير كل هالمشاكل، لان حسب التسريبات الملفات اللي جت باللعبه
انه الوكالة يتم تدميرها بشكل كامل، انه في الفيلم كمان لانه تم تدميرها بشكل كامل، بس ولكن هون لما تم تدميرها بشكل كامل في عندك ديدبول بيموت، وديدبول بيموت حتى شخصية ما بتروح من بين ايدينا، رح نضطر انه كيبل يستخدم آلة الزمن تبعيته وبيرجع مرة تانية للزمن لورا ونرجع اسبوعين وندخل هون نرجع للاسبوع التاسع وهو رح يكون اسبوع السابع من اول ما طلع من السجن، وبيحاول انه يحمي كيبل يحمي ديدبول، بس ولكن لما يحمي ديدبول ما رح يضل في مستقبل ورح ينتهي المستقبل واللي هي المابل القديم اللي كنا نحن نشوفها، بس ولكن ممكن احنا بالسوزن الثالث او بالرابع ممكن نرجع للسوزن الاول اللي هي كانت الماب الاساسيه، يعني حتى حسب ما حكوا بالفيلم انه تم نقله تقريبا هو 50 سنه لورا اتوقع ذلك او 25 سنه، ما يمد جدا طويل يرجعوا فيها لورا، او يمكن 150 سنه حسب ما مكتوب بالسلاح بالسلاح اللي تم توزيعه، او ممكن يكون الحدث حسب ما مكتوب بالسلاح خمس هو مكتوب 050120، يعني يمكن 12/5 ممكن يكون هاي الاحداث كلها اللي عم نحكي عليها كلها رح تصير، فلذلك رح تكون نقله نوعيه ونرجع للاحداث لورا وبالتاريخ لورا حسب السلاح الموجود اللي اعطوه لليوتيوبر وزعوهم اياه اللي هو جس صندوق الهديه اللي وزعوهم اياه، فممكن احنا بهاي الاحداث ممكن نرجع ونفهم ايش رح يصير بالمستقبل، وبالاضافه لانه حتى الوكاله وترجعوها دمروها احنا هون شايفين انه تم يعني تجسيد الاشكال على انه انذهب فماتوا تعتبروا، لانه حسب الفيلم كمان كان هن الابطال الخارقين اللي موجودين بالهي المايدوس او هي بالوكالة الموجودين اللي هن بالمدرسة التأديب كانوا موجودين فيهم انهم مسجونين فتعزوا فممكن صاروا ذهب، فلما يرجع الحدث لورا هي الذهب كلياته ما عاد في الدول موجود، وهي الفيديو كله شفناه ما يضل موجود لانه المستقبل كل شيء حيتغير وراح يتغير كل شيء موجود بالماب. انا لهذا القدر وصلت، اتوقع صار كتير شرحت لكم ودخلكم بكتير تفاصيل وممكن مخكم صار يوجعكم مثل ما مخي انا صار يوجعلي صار لي اسبوع صار لي 3 ايام عم بفكر بهذا الاحداث وعم بفكر شلون الفيديو بدي اقدم لكم اياه، جوز ما فهمتوا علي لانه انا عم بحكي بطريقه جدا سريعه، وبالاضافه لانه الكم الهائل من المعلومات اللي انا حصلتها ممكن نضيعكم، بس ولكن بنتيجه الفيديو بنهايته اتوقع انه راح يصير ملخصا حتى نتاكد انه راح يصير بالاسبوع السابع والثامن راح يصير في عنا حدث وراح يتم تدمير في احد الجسور راح يتم تدميرها، في عنا ديدبول راح يكون بالاسبوع التاسع والعاشر راح ناخذ اللون لونه اسود لانه بالفيلم كمان كان لونه اسود، كان بالفيلم ضمن السوزن تبعه بالسوزن الاول والثاني كان في عنده لون احمر ولبسه بالسوزن الاول لبسه كان باللون ابيض او لبس ابيض، ونحن هلا اخذنا الابيض واخذنا الاحمر، بس بنهايه السوزن الثاني كان في لون اسود لبس صار لونه اسود لانه كان بسبب الانفجار، فممكن احنا بالاسبوع التاسع والعاشر ناخذ تعديل لون سكن لونه اسود فما بعرف، فراح ننتظر احنا لنهايه الاسبوع الثامن ان شاء الله وينزل تحديث 12/50، وعلى وقتها انتظروني ان شاء الله راح ننزل لكم فيديو جديد ونحكي فيه التدارك للاحداث اللي صارت وشو متوقعين يصير بالسوزن الجاي للسوزن 13 ان شاء الله او سوزن الثالث من تشابتر 2، وبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لانك عم تتابعني هاي اللحظة وشكرا لانك تحملت حديثي، واذا تحب تشاركني بافكارك انزل تحت بصندوق التعليقات احكي لي شو رايك انت وشو هي توقعاتك وشو هي وجهة نظرك، روح شوف ديدبول 2 شوف ديدبول 1 ديدبول 2 واذا بدك كمان شوف ديدبول النسخة القبل 1 اللي هي نسخة 0. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.